السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ازاي نحط قطعة ارض او ارضية في الحتة ديت برا المبنى. اجي هنا اقول له فلور، تقدر تقول مثلا ايه ان انت عايز تبلطها، مثلا اقول له ان ايه انا عايز اعمل ريكتانجل اهوت، ولو انت عايز تعمل اسلوب ممكن تعمل اسلوب، اقول له اوكي. وبيقول لي عايز تخلي لو في اي حوائط تحت الدور دوت توصل لحد الدور دوت، اقول له لا. طيب الحته ديت اهي او الارضيه دي اهي، ممكن اقول له موديفاي سب اليمنت وتبدا تعدل في النقط. هو ده مثلا زيرو وده زيرو، ممكن مثلا تضيف اسبريت لاين من هنا لهنا. تمام. طيب هياخد ارتفاع هيبقى كام؟ بص لو جيت هنا وعملت سيلكت هتلاقي ده برضو واخد زيرو وده زيرو. طيب اقول له دلوقتي يونت، شوف اليونت بتاعتك كام بالمليمتر. اجي اعمل كده واقول له edit modify element وابدا اعلم مثلا على الخط دوت، واقول له الخط ده مثلا سالب 100. تمام. هتلاقي بعد كده ان دي هيحصل فيها نزول. لما تيجي تعمل select تيجي تعمل select هتلاقي دي سالب 100. طيب لو انا بقى عايز ايه بالشكل دوت، طيب لو انت عايز تنزل لحد تحت كده بسيطة، تعمل سيلكت وتقول له أنا عايز أعمل موديفاي، وتعمل سيلكت الخط دوت وتقدر تنزل بيه زي ما أنت عايز وتديله الرقم اللي أنت عايزه. تمام. طيب ممكن أقول له بعد كده أنا عايز من الاستراكشر عايزين نضيف زي جزئية كده هنا، ممكن نقول له هنا عايزين سلاب، نقول له فلور سلاب اتش، ونبدأ نختار الشكل اللي احنا عايزينه، نبدأ نحط الشكل دوت. بالشكل دوت بيضيف لك سلاب ايدج للأرضية ديت.